احنا في ايام مفترجة وايام كريمة والشهر الكريم يعني بيدق الابواب وقرب خيره ونوره يهله على البلاد، واحنا مستمرين في عمل الخير وبندعوكم جميعا للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. والنهاردة احنا نزلنا نوزع لحوم على اهالينا الغير قادرين والارامل في سمسطة محافظة بني سويف بالاشتراك مع جمعية الأرمدة المحترمة، وإحنا مستمرين في توزيع اللحوم إن شاء الله في جميع محافظات مصر. نشوف التقرير. لا يدخر برنامج واحد من الناس جهداً حتى يخفف من أعباء الأسرة المصرية، حيث قام البرنامج بالتعاون مع شركاء الخير ومؤسسة واحد من الناس بتوزيع كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يلعبه البرنامج في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً. بعد غيابه وبقاله زمان خلوه مصح من ناس بتكمل حملتها، حملة توزيع كراتين رمضان على أسرنا وعلى أهالينا في جميع محافظات مصر. احنا النهاردة في محافظة أسيوط في مركز الحوطة نوزع لهم كراتين رمضان، ومستمرين إن شاء الله في حملتنا في جميع محافظات، وبإذن الله نكون نقدر نوصل كل كرتون لكل واحد محتاج، وإن شاء الله مكملين مع بعض. استكمالا لمسيرة توزيع كراتين رمضان نزلنا منطقة امبابة لتوزيع على أهلنا كراتين رمضان، وإن شاء الله مستمرين في التوزيع لجميع محافظات مصر. اليوم بفضل الله تعالى بيتم بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس بيتم توزيع عدد من كراتين رمضان بقرية الشيخ حسين المركز ملا والمنيا على الأسر المستحقة في الجمعية. كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة نزلنا نوزع كراتين رمضان في منطقة عرب المعادي، وإن شاء الله مستمرين في توزيع كراتين رمضان في كل محافظات مصر.